اسمي احمد محمد غزوان ايبو من سوريا حمص، مواليد عام 1986، حاصل على اجازه في الهندسه الكهربائيه قسم الطاقه عام 2010. طبعا بعد التخرج بسبب انه نجاح ملف قطر لاستضافه كاس العالم 2022، قررت اني اتوجه لدوله قطر من اجل المشاركه في المشاريع لاستضافة كأس العالم. وبالفعل في فبراير 2011 جيت على دولة قطر. طبعا من خلال العمل الوظيفي شاركت بعدد كبير جدا من المشاريع البنية التحتية ومشاريع الاستادات في مجال الكهرباء، والحمد لله يعني كسبنا خبرة كبيرة في هالمجال. طبعاً نحن نعتبر كشركة ناشئة، قدرنا نجمع الخبرات اللي كسبناها من خلال تنفيذ المشاريع لكأس العالم لتقديم حلول للطاقة الكهربائية. طبعاً نحن اللي ممكن نقدمه اللي هي حلول كاملة للطاقة من خلال توليد وتوزيع والتحكم بالطاقة الكهربائية. الحمد لله يعني نحن درسنا الموضوع بشكل كامل قبل البدء بالمشروع، وكانت التحديات والصعوبات جدا خلينا نقول محدودة، وذلك بسبب الدعم والتسهيلات الموجودة من حكومة قطر مشكورة عن طريق المواقع الإلكترونية والتسهيلات في موضوع إنشاء الشركات للمستثمرين. هلا نحن اللي ممكن نقول انه نحن بيميزنا انه عم نقدم حلول متكامله للطاقه من حيث التوليد والتوزيع والتحكم، وهذا بيتم بالتعاون مع كبريات الشركات العالميه اللي نحن كان يعني كنا محظوظين انه قدرنا نوقع معهم ويصير في بيناتنا اتفاقيات معينه بهالمجال. إن شاء الله تعالى مثل ما نحن يعني كان لنا الفخر والاعتزاز أنه كنا مساهمين ومشاركين في مونديال قطر 2022، ومنطمح أن نكون كمان جزء من رؤية قطر لل 2030، طبعا من خلال تطوير الشركة خطوة خطوة من خلال الأقسام المتعددة الموجودة بالشركة. بنحب نوجه رسالة شكر لسمو الأمير الوالد. طبعاً اللي نحن قررنا نجي لدولة قطر بعد ما شفنا سمو الأمير رفع كأس العالم، وكان ملف استضافة كأس العالم، وبالإضافة للشيخ سمو الأمير الشيخ تميم والازدهار والتطور والأمن والأمان اللي موجود حالياً بدولة قطر، واللي عم بيشجعنا أنه ندخل بكل قوتنا ونستثمر مجهوداتنا ونستثمر بالعمل في دولة قطر لحتى نكون جزء من هالنهضة وجزء من هالتطور اللي بنفتخر فيه نحن كلياتنا كعرب. بوجه رسالة شكر طبعا العائلة اللي هني دعموني وقفوا جنبي من البدايات لحتى وصلنا لهون، بالإضافة لزملائي اللي هني كانوا كمان لهم فضل كبير لحتى نوجد الأفكار ولحتى نوجد حلول تكون مميزة ونقدر نحن نكون مميزين في مجال عملنا.